السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الملعب. نكفيكم عناء متابعة يوم رياضي كامل في ساعة ونصف. البداية مع العناوين. المنتخب السعودي واصل استعداده في هدوء. جمال خليفة الفريدي جاهز للمشاركة أمام عمان. لاعبو عمان يتحدون ويتمنون 70,000 مشجع في الدرة. الحبسي يحذر من نور وجاهز لياسر وهزازي والشمراني. وحديد ينصح بالتركيز على نور والحوسني يتمنى هز شباك وليد. إبعاد جمال فرحان عن إدارة الكرة وتكليفه بلجنة تطوير. ونصيف ينفي ويؤكد قرارات هامة ستصدر خلال 72 ساعة. ديمتري للملعب، نعم أؤيد إبعاد فرحان لأنه لا يخدم طريقتي. ويؤكد أنا والاتحاد خسرنا حمزة وخليفة. أهلا بكم مشاهدينا. من العناوين والتفاصيل، قبل ذلك نرحب بضيفينا في الاستوديو سعد العصيمي مدير تحرير صحيفة الشرق الأوسط. مساء الخير. مساك الله بالخير. نرحب أيضا بالزميل العزيز عبد الرحمن الفلاج مدير تحرير صحيفة النادي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا بكما. نبدأ من حيث بالتأكيد هو حديث الشارع السعودي، وهو المنتخب السعودي الذي ينتظره مواجهة هامة يوم الثلاثاء القادم أمام المنتخب العماني الذي وصل مبكر ويستعد بشكل جيد. بالتأكيد سنتابع الأجواء في المعسكرين الأخضر والمعسكر العماني. نبدأ أولا بالمنتخب السعودي، حيث واصل اليوم المنتخب السعودي بحضور برنامج الملعب تدريباته في استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض وسط أجواء هادئة. المدرب اجتمع مع اللاعبين قبل بداية التدريبات وحثهم على التركيز في لقاء عمان القادم نظرا لأهمية المباراة ودورها في تحديد مسار الأخضر بالتأهل للدور القادم من هذه التصفيات. الميران كان اليوم تكتيكي، ومن ثم تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات. المدرب اليوم ركز على التدريبات في بناء وقطع الهجمة وتبادل الكرات في مربعات ومثلثات صغيرة والهجوم المرتد ومصيدة التسلل، كما تدرب اللاعبين على تسديدات الكرات من خارج أو على تسديد الكرات من خارج المنطقة، بالإضافة إلى وجود تدريبات خاصة ومكثفة لحراس المرمى. المنتخب سيتدرب اليوم، تدرب طبعا في استاد الملك فهد الدولي، وغدا سيؤدي تدريبه الأخير في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في الرياض، والمنتخب العماني سوف يؤدي تدريباته على ملعب الملك فهد الدولي. كما سيعقد المنتخبين أو مدربا المنتخبين مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة 12 من ظهر يوم غد الاثنين قبل المواجهة المرتقبة. هذه الأجواء بالتأكيد تواجدنا فيها، والزميل ناصر الشيباني تواجد في التدريبات والتقى أولا بجمال خليفة وهو طبيب المنتخب، وسأله عن أوضاع اللاعبين وبالتحديد الفريدي الذي خرج يعني مشتبها بإصابة في المباراة السابقة. الحمد لله، يعني كل لاعبين حاليا في الملعب يتمرنوا بطريقة طبيعية. حقيقة ما كان فيه إلا تلتيام بين مبارتين، هذا طلب منا أنه تركيز أكثر على تجهيز اللاعبين، لكن الحمد لله من جانب الإصابات ما في ولا إصابات تذكر. حقيقة هو اضطرينا أنه نطلب من المدرب تغيير أحمد الفريدي، سبب بسيط أنه كان بداية شد في العضلة الخلفية، وتعرف يعني على مجرى المباراة كانت الأمور ماشية من صالحنا وما كان في داعي نخاطر به، كان ممكن يكمل المباراة، لكن باتفاق مع المدرب تم تغييره، لكن هو حاليا جاهز تماما الحمد لله.
إذا الفريدي جاهز للمشاركة وكان قد خرج ربما بعد اشتباه بالإصابة، ولكنه كما قال طبيب المنتخب بأن الطلب من المدرب إخراج اللاعب حتى لا تزداد إصابته، لأن المباراة كانت في تلك اللحظة نتيجتها يعني محسومة للمنتخب. الآن سنتابع حديث ناصر الشمراني وهو مهاجم المنتخب الذي شارك في الجزء الأخير من المباراة الماضية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني منتخب أمان زي ما تفضلت، فريق يعني فاجأنا في وليست مفاجأة، يعني هذه كرة قدم، يعني فاز على منتخب أستراليا، وأعتقد حتى خلى المجموعة لها طابع خاص، فأتمنى من علي القدير إن شاء الله أنه يوفقنا إن شاء الله مباراة الثلوث، وأعتقد أنها مباراة مفصلية، يعني هي اللي تحدد التأهل إن شاء الله للمجموعة الثانية بشاءة الله أو المرحلة القادمة. والله الجمهور السعودي ما يحتاج يعني دعوة، الجمهور السعودي هو دائما سباق يعني داخل المحافل وداخل ذا، فأتوقع أن الجمهور السعودي راح يكون هو اللاعب رقم واحد في مباراة الثلوث، وأتمنى الجميع يحضر، أنه صراحة لازم يوقفون بجانبنا خاصة المباراة هذه، بشاءة الله نحتفل بشاءة الله مع بعض. مساعد، ماذا يمكن أن يقال عن المنتخب بعد المباراة الماضية والأجواء التي تبعتها، واللي يعني كان في يعني في وجهات نظر مختلفة متناقضة ما بين يعني حول مظاهر الفرح وحول الأحداث اللاعبين، في كان في يعني مطالبات بأنه ما نتكلم في الموضوع في هاللحظة، كان في آراء مختلفة، وش نقدر نقول في هاليوم قبل 48 ساعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحقيقة أنا سعيد بتواجدي معك وزميلي العزيزة. أهلا وسهلا فيك شرف الرحمن. أولا يعني بلا شك أنه يعني حتى أعتقد أننا نكابر على أنفسنا وقلنا أننا ما سعدنا بالفوز على تايلند، حتى وأن مقاييس تايلند أقل بكثير من المنتخب السعودي، وليس غريب أنك تفوز على تايلند، وليس غريب أنك أنت تتجاوز حتى المرحلة الحالية، لكن يعني ظلت الإشكالية الكبرى أننا نتكلم على أننا كأننا يعني فرحتنا كأنه فرحة انتصار الفاتحين، كأننا تجاوزنا كل الأزمات وكل المشاكل. هنا من حق اللاعبين أنهم يفرحون، من حق الجماهير، من حقنا يعني حتى كوسط إعلامي وحتى الإداريين أنه يبين ما لديه من ردة فعل جيدة، لكن أن تتجاوز حدوده ونجعلها احتفالات وصخب يعني مثلا من تقصد؟ أنت تقصد الإعلام والجمهور ولا تقصد لا نفس المنتخب؟ اللي حدث في المنتخب بعد المباراة أنه كأنه المسألة مرتبطة ب مثل إيش تقصد؟ يعني خليني أثني أولا على كلام محمد نور انه يفترض اننا الان تجاوزنا صحيح. هذه المرحله وسعدنا سعدنا بما تم في هذه المرحله، يعني اللي الفوز على تايلند، يقول لا تبالغ الفرح. نعم، ننتظر عمان لانه الفوز على عمان سيدفعنا الى افاق اكبر. ليش احنا الحقيقه يعني انا ما ابخس احد انه يفرح بشكل او انه يسعد لفوز منتخب بلاد، لانه انت حتى في المباريات الوديه تفرح حتى في نتيجه بسيطه، يعني يعني تسعد بأشياء معينة أحيانا تقودك لأفعال أكبر، مثلا سعادتك من النتيجة لأنها أخرجك من أزمة من نفق، لكن العتبنا كإعلاميين واللي أخذ علينا أنه يعني بالبعض رأى أنه تقول لا تصادر الفرحة، لا إحنا ما نصادر الفرحة، لكن إحنا نقول يا جماعة الخير إحنا لا نض يعني أنت نتكلم كإدارة وكمسؤولين وكقادة إعلاميين، يعني أنه تعال إحنا تجاوزنا تايلند، والمؤشرات كلها اللي تسبق تايلند أنه المنتخب السعودي، يعني حتى الخبراء الأجانب اللي كانوا يقيمونه من موقع الفيفا وغيره أنه كانوا يضعون كل السبق وكل الأمور في مصلحة المنتخب السعودي، إذا لو ما فاز المنتخب السعودي هي المفاجأة، لكن احنا نتكلم عن تعاملنا مع الحدث، يجب أن لا يأخذنا الفرح وأنه كل لعبتنا أنهم كانوا عند حسن الظن وكذا، لا تقصد من أبو أحمد بس عشان نركز، أنا هل تقصد إعلام ولا نفس المنتخب نفس الرسمي؟ نفس المنتخب يا بس ما شفنا يعني بصراحة عادل. خليني بكمل المسألة مرتبطة بالمنتخب، لأنه احنا تحدثنا عن مباراة تجاوزناها، لكن هل تجاوزناها، هل الفرحة أو السعادة بالنتيجة أنها غطت على كل الأشياء؟ احنا شفنا شوط أول كان يعني في فجوات، شوط ثاني لم يكن بتلك القوة وتلك، إذا الأمور تحتاج إلى كثير من الرزانة، تحتاج إلى كثير من التعقل في التعامل مع المنتخب. إحنا ندفع في هذه الحالة المدرب ريكارد أنه يكون المنتخب حتى في مستوى أمام عمان أفضل وأقوى. طيب ما تشوف هالفرحة ممكن تدفع لهالمستوى؟ والله أنا أعتقد أنه المبالغة دائما في الفرحة، المبالغة في إعطاء التصورات لأنه كل شيء إيجابي قد يعطي يعني يعطيك بعض التراخي، لكن هو إن شاء الله ليس تراخي، لأنه اللاعب الدوليين والأسماء كبيرة، وحتى يعني حتى المسؤولين عن المنتخب لديهم الوعي أنه إن شاء الله ممكن تجاوز الأمور، لكن احنا نقول خلونا
احنا نتكلم اللي حدث بعد، يعني حسب سؤالك اللي حدث بعد المباراه انه ردت الفعل الكبيره يعني من الى اليوم، يعني انت نعم. انت الان تقيم الاوضاع جيده في المنتخب جدا صحيه؟ نعم ان شاء الله، لاني انا حسب تصريحات اللعيبه اللي سمعتها اليوم نعم. وسمعتها امس، يعني الحقيقه انه وجدت يعني، وانا حتى ضربت مثل في بتصريح محمد نور صحيح، ولكن احنا يجب علينا اننا يعني نركز تفكيرنا انه عندنا مشوار مباراتين جزئين خلال اسبوع واحد او خلال خمس ايام يعني انه كان يفترض اننا ناخذها بشكل، انا خليني اقيس لك معلش على الاطاله، خليني اقيسك باللي حصل بالمنتخب العماني. عمان فازت على استراليا، لم تكن رده الفعل مثل اللي حصلت عندنا، رغم انه استراليا كانت هي المرشح على مستوى الاعلام صراحه كان في رده فعل، كان يعني في احتفاليه كبيره. لا بس لم يكن كالاحتفاليه اللي حصلت عندنا في الملعب، وانه الاستقبالات والاشياء اللي صارت غير ذلك، انه حتى مستوى الاعلام، حتى مستوى الاعلام اعطوا منتخبهم. انا متابع حقيقه ومتابع حقيقي يعني، لانه انا هذا من جزء من عملي، لكن انا اقول لك انه الفرحه كل يفرح وكل يعطي، اللي ما يفرح هذا ما عنده احساس طيب بالفوز. طيب عبد الرحمن، يعني احنا ما كنا يعني يمكن اللي يهم الان هو الاجواء، لكن بالتاكيد الاجواء تجرنا للحديث عن من المباراه وحتى اليوم، كيف تقيم الاجواء؟ لا انا اعتبرها بصراحه الأجواء جدا صحية، واعتبرها أنا متفائلية بشكل كبير جدا، خاصة وأن ردة فعل اللاعبين أعطانا إحساس كبير جدا بأن اللاعبين يدركون أبعاد ما هم فيه من مسؤولية خلال المرحلة اللي هم عايشينها، فأعتقد أن الفرحة كانت حتى نقدر نقول عنها فرحة مقننة، ولكن قد يكون بعض الإعلام بالغ نوعا ما في الطرح الإعلامي من ناحية الفرحة، وهذا طبعا حق يعني حق مشروع بالنسبة للإعلام أنه يفرح منتخب بلده بأنه عاد إلى الواجهة بعد ما كان فقد بريقه بشكل كبير جدا خلال المرحلة الماضية، والأجواء أنا أعتبرها محفزة جدا خلال المرحلة القادمة أمام عمان، وخاصة أن اللاعبين أظهروا لنا أنهم لديهم الاستعداد الكامل بأنهم يخوضون مباراة مصيرية، ولديهم الاستيعاب الكامل بأن الفرحة التي كانت بعد مباراة تايلاند ما هي إلا هي ردة فعل، أو نقدر نقول عنها بالعامية حلاوة روح، أنهم استطاعوا أنهم يودعون المستويات المتدنية التي ظهروا فيها خلال المرحلة الماضية، وأنهم أعادوا للجماهير البسمة، وأنهم استطاعوا أنهم يكونوا على قدر المسؤولية في مباراة مصيرية ومباراة مفصلية بالنسبة لمسيرة منتخبنا في التصفيات. نعم، الآن سنتوجه إلى المنتخب الضيف وهو المنتخب العماني الذي وصل مبكرا بالأمس استعدادا للمنتخب السعودي، وجاء بعد مباراة أعادت له الروح بعد فوزه على المنتخب الأسترالي. المنتخب العماني وصل وتدرب أيضا في أجواء هادئة، وبالتأكيد كاميرا الملعب كانت متواجدة وحضرت التدريبات والتقت بعدد من اللاعبين العمانيين المعروفين. هذه هي صورة من تدريبات المنتخب العماني اليوم، حيث حسب ما علمنا بالتأكيد من خلال الأسماء بأنه تأكد غياب أحمد حديد وأحمد كانوا بسبب الإيقاف والإصابة. إذن هذه الأجواء من داخل المعسكر العماني، لاعبو عمان بالتأكيد اليوم تحدثوا وكلماتهم حملت أو تقريبا يعني ربما بروزها لغة التحدي والإصرار، وأكدوا جيدا المنتخب السعودي يعرف العماني وأن العماني يعرف السعودي جيدا، وأكد علي الحبسي قائدهم بأن المنتخب العماني أو لاعبو منتخب عمان يتمنون فعلا أن يلعبوا أمام 70,000 مشجع. نتابع مباراتنا
ضد المنتخب السعودي. اعتقد راح تكون مباراة جدا مهمة لكلا الفريقين، مباراة يعني راح تكون قمة بكل تأكيد. الكل ينتظرها، الجمهور السعودي والعماني والخليجي. يمكن يكون الوضع اللي فيه احنا الحين وكل المؤشرات تدل ان راح تكون قمة، فأتمنى ان شاء الله نكون جاهزين هذه المباراة، جايين معنوية جدا كبيرة، خصوصا بعد ما رجعنا التصفيات. يمكن الكل يعني ما كان متوقع، سواء من جمهور او اعلاميين، الكل ما كان يعني حاس ان احنا المنتخب العماني ممكن نسوي حاجه امام المنتخب الاسترالي، خصوصا بعد النتائج اللي قدمناها في الجوله الاولى. ممكن تحسبها كايجابيه انك تلعب مباراتين بين ارضك وجمهورك في نفس الوقت، اعتقد نقطه قويه بالنسبه لهم. نفس الشيء يمكن هذه المباراة الثانية، رجوع الكابتن الكبير محمد نور للفريق وبروزه بشكل لافت، وما شاء الله الكابتن محمد نور بروزه من في نادي الاتحاد لفترة طويلة، ونفس الشيء يمكن بروز الهجوم السعودي في وحرازه 3 أهداف في المباراة الأخيرة راح يعطي دفعة معنوية كبيرة. يمكن الأبرز أنا هم اثنين بنفتقدهم، بس الأكثر اللي راح نفتقده أعتقد أحمد كانو، بسبب أن وجود الجميع 3 مباريات الماضية أحمد حديد ما كان متواجد لكل المباريات، يمكن إصابته من المنتخب الأسترالي اللي كان في أستراليا. بس أكيد يعني راح تكون خسارة كبيرة بالنسبة لنا، بس في النهاية أنا أعتبر هذه فرصة كبيرة للوجوه الجديدة اللي في المنتخب انهم يحصلوا فرصتهم، وبالعكس يعني اعتقد كل لاعب يحلم ان يحصل فرصته امام المنتخب، خصوصا انا احب اركز خصوصا مثل الجو وهمية هذه المباراة امام المنتخب السعودي. ولا تنسى انك راح تلعب ما بين درة الملاعب وامام جمهور يمكن 70,000، وهذا الشيء اللي يحلم فيه اللاعب انه يكون يلعب وفي مباراة أهمية مثل هذه، مثل ما لعبنا في 4 وجوه جديدة أمام منتخب الأسترالي من منتخب الأولمبي العماني، أجوا وأثبتوا للجميع أنهم قادرين ولعبوا مباريات كبيرة وكسبوا أول فوز تاريخ المنتخب العماني من منتخب الأسترالي. فأتوقع الوجوه اللي راح تلعب في المباراة راح يكون لها دافع قوي، وراح يلعبوا أتوقعهم وأتمنى أنهم يلعبوا بنفسية وارتياحية كبيرة بإذن الله. عزازي ياسر ناصر الشمراني علي الحبسي جاهز لهم ان شاء الله. اتمنى ان اكون، بالعكس انا متشوق كثير ان العب معاهم واواجههم. ولا تنسى ان يمكن والكل يعرف يمكن اخر 3 مواجهات ما بين منتخب العماني ومنتخب السعودي الكف مايل لنا، بس مثل ما قلت لك هذه المباراه راح تختلف كثير بغض النظر هذه المواجهه، بس انا اقول لك راح نواجه منتخب صعب، منتخب كبير. شكرا لي الخلوق علي الحبسي على هذا التصريح. مساعد يبدو ان يعني واضح ان الاحتراف يعني مؤثر في هذا اللاعب، حتى في حديثه ولا في ثقته يعني. نعم بصراحه يعني بصراحه يعني بكل اريحيه على ما ذكر الاخ علي، اللي ترى الخطاب العماني دائما بالشكل هذا يعني. انا كنت حتى قبل اجي للاستوديو كنت مع في مناسبة مع الزميل الصحفي العماني أحمد الرواس. بالمناسبة هو ضيفنا بكرة إن شاء الله. أي نعم، هو صالح حمادي. بالمناسبة كنا ضيوف عند صالح حمادي. معزنا اليوم. طيب. اللي حاصل إنه يعني حتى يعني لتوقعاتهم العمانيين دائما إنه الإثارة واللعب الجميل يحضر دائما العمانيين والسعوديين. نعم. وهذه حقيقة يعني لو تستشفها من خلال آخر مباريات، دائما العمل الجيد وكرة القدم الحقيقية تجدها في المباراة. شوف بعكس يعني أنا أتوقع بإذن الله تكون بعكس ما شاهدناه أمام تايلاند. كانت أمام تايلاند هناك يعني ضغط نفسي من اللاعب التايلندي من خلال الخشونة المستخدمة من خلال يعني شاهدنا أشياء كثيرة كانت تؤثر على أداء اللعب. لكن أمام العمانيين أنا أتوقع أن الأمور ستكون أفضل. جانب مهم في الموضوع العماني أنه عمان تحتاج إلى نتيجة هذه المباراة بشكل كبير جدا، إلى درجة أنك تتوقع انه بيكون اللعب مفتوح مع المنتخب السعودي الى جانب المنتخب السعودي. هذا بيعطينا طابع ان شاء الله نبي نشوف. المهم بالنسبه للمنتخب السعودي انه ازمه النتيجه وازمه الفوز خلاص تجاوزناها في المباراه السابقه. اصبح حتى ازمه المهاجمين اللي تكلمنا عنهم كثير انه لدينا يعني مهاجمون بلا اهداف اصبحت الان يعني من الماضي. المساله اللي ننتظرها الان انه ليس الحوسني فقط اللي يسجل حتى ومنتخب بلاده يهزم،
يسجل، وحتى يسجل منتخب بلاد يفوز الآن عندنا لدينا الأسماء الكبيرة اللي تسجل، عندنا حتى يعني محمد نور قائد الفريق اللي حصل على اختلاف على عودته الآن يقدم نفسه كأبرز لاعب يعني، وهذه كلها إن شاء الله تكون دافع، والنتائج هذه اللي تبي تحصل إن شاء الله تكون دافع على أساس أنه يكون حتى أفضل لاعب في آسيا. المهم في المباراة أننا نبي نشوف مباراة إن شاء الله مثيرة مفتوحة، يعني تبي تعطينا قدر كبير من الاستمتاع. نعم، الآن سنتابع حديث بالتأكيد أحد لاعبي الدوري المحترفين وهو عماد الحوسني الذي تمنى أن يهز شباك وليد عبد الله في المقابل أحمد حديد وهو من كان لاعبا في جدة، أيضا قال أنني أنصح اللاعبين بأن يركزوا على نور. أعتقد بالنسبة لمباراتنا إن شاء الله الغد مع شغلنا المنتخب السعودي راح تكون صعبة لكل الطرفين، بس أعتقد إحنا جاهزين، يمكن الفوز اللي حققناه على المنتخب الأسترالي كان دافع كبير، نتمنى إن شاء الله نقدم مستوى طيب يليق بمستوى الكرة العربية، نتمنى إن شاء الله مع منتخبنا السعودي في المقام الأول يستمتع الجمهور اللي راح يحضر المباراة إن شاء الله، في النهاية راح نقول مبروك إن شاء الله الفائز ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. أنتوا أشقاء مع لعيبة الاتحاد السعودي كريري محمد نور، في تحدي في الاتصالات؟ لا العكس، احنا أخوان قبل أي حاجة، في النهاية اللي يجمعنا رياضة أخوي إن شاء الله. كتحدي يعني أخوي يعني لا أكثر ولا أقل، ليس عداوة. لا العكس كلنا نشجع بعض، كلنا نعزر بعض، وفي النهاية مثل ما قلت الفايز راح نقول له مبروك إن شاء الله. السؤال الأخير، وش تقول لمحمد نور؟ الله يوفقه، وهذا محمد نور اللي عرفناه من قبل وجالس يقدم مستويات كبيرة، بس إن شاء الله نتمنى من الشباب من اللي راح يكون 11 لاعب في الملعب إن شاء الله إنهم يحدوا من خطورة محمد، يحدوا من خطورة كل لاعب في المنتخب السعودي إن شاء الله. أكيد مباراة مصيرية بين الفريقين، ومباراة صعبة صراحة لينا إحنا كمنتخب عماني، خاصة المباراة بتكون بين في أرض وبين جمهور المنتخب السعودي، ونتمنى إن شاء الله نقدم مباراة طيبة وكبيرة. مباراة صعبة بالنسبة لنا، هذه مباريات تختلف عن البطولات، من بطولة لبطولة تختلف، يعني تعرف المنتخب السعودي يملك لاعبين على مستوى عالي كبير، المنتخب السعودي عارف أكيد المنتخب العماني، وإحنا نفس الشيء عارفين المنتخب السعودي وعارفين بعضنا بعض، بس إن شاء الله نتمنى إن شاء الله أن الله يوفقنا في المباراة، وعارفين إحنا وحاسين بأهمية المباراة، مباراة كبيرة، مباراة صعبة بالنسبة لنا صراحة. أحمد كان وأحمد حديد يغيبان؟ والله لاعبين مؤثرين بشكل كبير، بس إن شاء الله البركة في الشباب الموجودين، من إن شاء الله يكون حاضرين إن شاء الله في هذه المباراة. بتهز شباك وليد؟ والله أكيد ما في مهاجم ما يتمنى إنه يسجل ولا يهز الشباك، وإن شاء الله أتمنى إن شاء الله إن الله يوفقني في المباراة. عبد الرحمن، يبدو أن أيضا بالنسبة للغيابات عند المنتخب العماني أعتقد أنها غيابات مؤثرة حتى من كلام اللاعبين. لا شك، أعتقد أنه عندك كانوا، إذا كان أحمد حديد ما أدري إذا هو جاهز، أعتقد أنه ما راح يلعب على حسب ما احنا شفنا في التقرير بأنه هو لم يشارك في التدريب، فأعتقد أنه مستبعد عملية مشاركته في مباراة الغد، فأعتقد أنه المنتخب العماني يفتقد لأهم عنصرين في العمود الفقري للمنتخب، وهم المحورين أحمد حديد وكانوا، وكلاهما أعتقد لهم ثقل فني كبير جدا في الفريق، وهذا سوف يساعد المنتخب السعودي بأنه هو يبني هجمات عن طريق العمق بشكل مريح جدا، واستغلال الثغرة نعتبرها ثغرة كبيرة جدا في هذا الجانب، بأنه هو يكون بناء الهجمة عن طريق العمق المنتخب العماني. نعم، لاحظت أنه اللاعبين يتكلمون عن نور أبو أحمد، يعني ممكن عماد هو سؤال، لكن علي الحبسي مركز، أحمد حديد كان يقول أتمنى من اللاعبين يركزون، هل تعتقد أنه هذا الكلام هو كلام مدرب؟ والله شوف، هو لاعب واعي ويدرك يعني، وحتى شاهد مباراة المنتخب السعودي، حنا شاهدنا مباراة المنتخب السعودي، وحتى الجميع تكلم عن أنه نور قيادته للفريق يعني تجلت، كان في المنتخب في فترات سابقة كان يعني غير وضعه في نادي الاتحاد، القيادة في نادي الاتحاد وقيادة اللعب وقيادة حتى حركات اللاعبين كانت تظهر جلية مع نور في الاتحاد. صحيح. في المباراة اللي فاتت أمام تايلند كان يعني نور متجلي بشكل كبير، حتى حركة اللاعبين يعني كأنه هو اللي يضبطها. يعني بالعكس أعتقد ممكن يكون توجيه مدرب، أنه ترى نعم. أظن في المحاضرة أنه قيل هالكلام ولا كان ما يتفقون عليه اثنين ثلاثة أنه يركزون على هاللاعب. بصراحة محمد نور في الوقت الحالي أنا أعتقد أنه هو رمانة المنتخب السعودي واللي تدور عليه كل الألعاب، هو قائد اللعب، وأكثر من يعرف نور اللي هو حديد
والحوسني والمجموعه هذول يلعبون في السعوديه يعرفون منهم محمد نور. انا اعتقد انهم لما يشيرون لمثل هذا اللاعب هم يدركون انه الكل يعني يؤمن بكلامهم ويصدق. نعم برحمن. بالاضافه لانه في نقطه مهمه جدا، اعتقد انه محمد نور لا يعترف باسلوب معين في اللعب، وهذه نقطه مهمه تميز محمد نور عن غيره يعني من اللاعبين، بانه هو دائما متجدد العطاء ومتغير منهجيه اللعب في المباراه على حسب معطياتها. نعم. وهذا يؤكد بانه هو محمد نور لن يستسلم ولن يكون بذلك اللاعب الوديع الذي يستطيع من خلال المنتخب العماني السيطره او الحد من خطورته او ابعاده عن اجواء المباراه بحسب ما هم يرسمون او يخططون في هذا الجانب. نعم. اعتقد محمد نور سوف يكون هو نقول الحلقه الاقوى في مباراه الثلاثاء باذن الله تعالى. ابو احمد، هل نستطيع ان نقول قبل ان نغلق ملف المنتخب باننا كنا في السابق نفتقد القائد والان وجدناه؟ والله يعني مو في السابق، اتكلم عن الفتره القريبه. اشوف القائد داخل الملعب هو ليس قائد اللي يحمل الشاره، لكن قائد اللعب، القائد الموجه، القائد اللي قادر يسيطر حتى على زملائه من خلال وحتى يعني من خلال حتى يوم شفنا الاشتباك بين اللاعبين كان حضور محمد نور لافت من خلال انه سيطر على كثير من زملائه اللي كانوا امامه ومنعهم من الاشتباك. القيادة في داخل الملعب جزء من العمل التكتيكي. شوف لما نور بإشاراته، أنا أقول أنت لو ترجع لمباراة تايلاند كان بإشاراته، كان أنه يتحرك، حتى أنا شفت الشلوب وشفت الهزاز من خلال إشارات من محمد نور. إذا هو قائد تكتيكي داخل الملعب. طيب. شوف اللي ينكر مثل هذا الأمر كمن ينتقص من كرة القدم، لأنه مثل هذا العمل مهم وواجب، وأنا أعتقد أنه مثل نور يضيف كثير له. بالتأكيد كان في أداء أيضا كثير من اللاعبين أداء ممتاز وممتع في تلك المباراة خصوصا في الشوط الثاني. نتمنى إن شاء الله. بالمناسبة نذكر بأنه الفريدي جاهز للمشاركة وخرج، يعني نوعا ما كان فيه اشتباه بإصابته لكنه خرج فقط حتى لا تزيد الإصابة، والآن طبيب المنتخب يقول أنه جاهز للمشاركة غدا ولا يوجد إصابات في المنتخب، وهذه من النوادر أن تأتي مباراة المنتخب وما يكون في إصابات يعني لاعبين مهمين على الأقل. نتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب، العين عليهم باردة ما شاء الله تبارك الله. ننتظر إن شاء الله مباراة حاسمة بالغد، سوف نتابع. سيكون معنا إن شاء الله عدد آراء كبير من اللاعبين في الأندية سواء كانوا محترفين أو سعوديين عن المنتخب، وأيضا كذلك آراء لعدد من مدربي الأندية السعودية عن المنتخب، كلها في حلقة الغد بإذن الله تعالى. نغلق الآن ملف المنتخب ونذهب إلى الأندية. نبدأ أولا بملف الاتحاد، حيث أدى الفريق الاتحادي اليوم تدريباته في نادي الاتحاد، وكاميرا الملعب بالتأكيد كانت حاضرة في هذه التدريبات بحضور عدد من اللاعبين، وبالتأكيد غياب اللاعبين الدوليين لمشاركتهم مع المنتخب. أما قصة جمال فرحان وديمتري فقد تباينت الآراء واختلفت حتى وصلت قبل تقريبا نصف ساعة، وأقل رسالة من جوال نادي سوف نقرأه عليكم. ولكن قبل ذلك قلنا بالأمس طبعا أن قرارا سوف يصدر بإبعاد جمال فرحان وتكليفه برئاسة لجنة التطوير لكرة القدم، بالأمس قلنا هذا الكلام واليوم صدر هذا القرار رسميا. لكن حتى أثناء التدريبات التقينا بنائب رئيس الاتحاد أيمن نصيف الذي نفى هذا القرار، ديمتري تحدث عنه، سنتابع بعض اللقاءات. الآن أولا نتابع حديث ديمتري الذي أيد إبعاد جمال فرحان وقال إن طريقته أو إن جمال فرحان لا يخدم طريقته. End of May, Etihad had a very bad season. عندما أتينا في شهر ماي كانت في صعوبة جدا للاتحاد، ولكن حققنا إنجازات ومباريات أكثر من رائعة سواء مع النصر مع الهلال، واجتزنا فرق كبيرة جدا ومستوى كان أكثر من رائع.
والسبب بالفعل اني اتيت لنادي الاتحاد لكي اعيد بناء نادي الاتحاد، لانه الجيل السابق محمد نور واسامه ومنتشري والصقري ومناف المجموعه الرائعه بنى التاريخ اكثر من رائع للاتحاد، ونريد ان نستفيد حتى من هذا التاريخ اللي بنوه. الجزئيه الثانيه يمكن اللي تتطرق اليها انه كان موضوع حسن وحمزه، انه هو لا يرى انه في اختلاف ابدا سواء مع جمال او ياعي، هو يرى دائما نظرته دائما لنادي الاتحاد ويريد ان يعمل. حسن وحمزه كانوا يقوموا بهذا الدور باكثر من رائع، مع لديهم معلومات عندما يحتاج اي واحد فيهم سواء في الدوري السعودي او ما يتعلق باللاعبين، لذلك هو يرى انه في خساره كبيره انهم يعني تركوا. ولكن في النهاية نحن نبحث عن نادي الاتحاد، يمكن حنشوف النتائج أيضا بالنسبة للكوتش في الفترة القادمة، يمكن حنشوف ما شاء الله تبارك الله 6 أو 7 لعيبة، لأنه في الخمس سنوات اللي راحت لم نشاهد واحد لاعب اتحادي شاب يلعب في الفريق. الآن الفترة الجاية في عندنا مثلا فواز القرني كحارس، عسيري، في عندنا أبو سبعان، في عندنا معان، في عندنا ما شاء الله هتان، خصوصا هتان وأبو سبعان يعني مستواهم في تصاعد كبير جدا، فانتظروا فقط في الفترة القصيرة سوف تشاهدوا أغلب الفريق بالفعل هو عناصر شابة، ولكن نحتاج إلى صبر. أنا ما أرى أنه في بالفعل مشكلة كبيرة حاليا مثلا بيني وبين جمال أو أي أحد من الإخوان اللي موجودين، لا أبدا. أنا رجل أهتم يعني أتيت لكي أصنع، أنا صنعت تاريخ أصلا في نادي الاتحاد، يمكن نادي الاتحاد هو المكان الأغلى في حياتي والمهم جدا بالنسبة لي، حققت 8 بطولات، هناك اهتمام كبير من الناس بي من الجماهير، وأنا أحترم جماهير الاتحاد وأقدرها وكلها كل الاحترام. لذلك كرة القدم اليوم أصبحت ليست شخص واحد إنما هو فريق عمل، إذا لم يكن لدي فريق عمل كامل متكامل نستطيع، وهذا اللي كان يمكن يصير مع حسن وحمزة، إنه حتى حمزة بتاريخه يستطيع حتى أن يعلم الجيل القادم بعض المهارات، وحسن كذلك يعلم أيضا. لذلك أنا كنت محتاج لفريق عمل نستطيع أن ننجز ونحقق التاريخ مع بعض. أي شخص لا يستطيع أن يكمل المسيرة معنا هنا يكون أحيانا وجهة واختلاف النظر، لكن كأمور شخصية أنا لا أهتم للأمور الشخصية، أنا أهتم فقط بنادي الاتحاد. هدفي أيضا الاستثمار في الشباب السعودي، وحسن وحمزة كانوا من هؤلاء اللي ممكن بالفعل يكونوا رائعين في التدريب أو في مجال التدريب، وأنا حز في نفسي وضايقني أنهم يعني ضيعنا يعني خامات جيدة ككوادر سعودية، وكنت بالفعل حابب أنهم يكونوا موجودين معايا. أما أن يكون يعني الناس أحيانا تتحدث في أشياء ليس لها علاقة بجمال كرة القدم ومتعته، هذه أمور صغيرة جدا، نحن نريد أن نقدم كل شيء لنادي الاتحاد، نحن نتحدث عن كرة قدم، فما يهمنا اليوم هو كرة القدم ونتائج الفريق داخل الملعب. أي شخص لا يستطيع أن يقدم لي كفريق عمل مع بعض بكل تأكيد سوف يكون هناك اختلاف، وأنا أفضل أن أعمل يعني مع ناس تستطيع أن تنجحنا كلنا كفريق وليس كأفراد. النائب رئيس الاتحاد أيمن نصيف التقى به زميل رياض المنزل الذي تابع اليوم التدريبات وسأله عن قرار إبعاد جمال فرحان الذي كان أيضا في حديث لرئيس نادي الاتحاد اليوم في صحيفة المدينة على ما أعتقد، وقال بأن وتحدث عن هذا القرار ويبدو أنه شيء وكأنه واقع. سأحاول أن أبحث عن التصريح لأنه قبل قليل جاني عبر رسالة جوال، ولكن سنتابع حديث الآن نائب رئيس الاتحاد. هل بالفعل تم إبعاد السيد جمال فرحان عن إدارة كرة القدم وإيجاد رئيس للجنة وإبعاده يعني خلينا إبعاده عن المستطيل الأخضر داخل نادي الاتحاد؟ هو إذا رئيس لجنة مش معناته بعيد عن المستطيل الأخضر، بس يمكن بعيد عن الفريق الأول، لكن هذا كله إحنا ما نبغى أحد يستبق الأحداث. أنا شايف الصحف يعني الدنيا انقلبت وكأنها آخر الدنيا، يعني جمال فرحان اتحادي إذا كان مشرف عام وإذا كان رئيس لجنة وإذا كان خارج أروقة النادي هو اتحادي، الكل يعرف مين جمال فرحان والكل يعرف تاريخ جمال فرحان، ما يحتاج أحد يتكلم. لكن أنا بدي الإعلام والجمهور الكريم بس يستنوا شوية، إحنا اتفقنا إنه كل شيء حيخرج رسمي من المركز الإعلامي وإحنا عند وعدنا، وإن شاء الله لما تنتهي كل زي ما بيقولوا الباصات الصغيرة، لأنه أنا مرة قلت الطبخة والمطبخ والناس زعلت علي وكيف تقول طبخ وكيف تقول مطبخ، أنا ما أقصد مطبخ إنه بصل وكذا، لكن الفكرة كفكرة
كفكرة لما تشتغل في مطبخ الأدوات والحاجات وكذا إلين ما يخرج للشخص صحن مغروف منتهي. هذه اللي قصدتها ذيك المرة، فرصة أني أقولها. لكن دحين نقول فريق مسرحي، عندك ناس خلف الكواليس وعندك ناس خلف الكاميرات، ما تخاف المسرح يجي بكرة يقولوا لك مهرجين؟ والله لا، أنا بقول مسرح تراجيدي، ما هو كوميدي. نعم. خلال كم ممكن تصدر القرارات اللي أنت تقول أنه تطالب الإعلام بانتظارها؟ قريب جدا إن شاء الله. 72 ساعة ممكن نقول إن شاء الله. يبدو أن 72 دقيقة وبعدها صدر القرار، حيث صدر من جوال النادي اليوم في نادي الاتحاد هذا البيان، حيث قيل بأنه اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد محمد بن داخل بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالكابتن جمال فرحان والكابتن عبد الله فوال، حيث أبدى جمال فرحان خلال الاجتماع رغبته بترك العمل مؤقتا كمشرف عام على الفريق الكروي الأول، وأن يستأنف مهامه الأخرى في النادي كرئيس لجنة التطوير الاستراتيجي لكرة القدم، حيث أكد بأن هذه الرغبة تأتي في إطار مصلحة النادي. وقد وافق مجلس الإدارة على تحقيق رغبة جمال فرحان في هذا الصدد، مع تأكيد المجلس على بقاء كافة أفراد الجهاز الإداري في مهامهم وفي مقدمتهم مدير الفريق عبد الله فوال. هذا ما جاء عبر جوال نادي الاتحاد. يذكر أنا وجدت الآن التصريح بأنه في صحيفة المدينة اليوم لزميل تركي أبو عيشة وأنور الغامدي من جدة أن حديث اللي بن داخل يتحدث عن هذا الموضوع وهذا القرار. سأترك الضيوف في التعليق. مساعد لواء محمد بن داخل يتحدث، أنا يعني أسرد وقائع وأترك التعليق لك. اليوم في صحيفة المدينة يتكلم عن هذا القرار وأنه إبعاده جاء إبعاد على الإشراف بناء على طلبه وليس تدخلا من الإدارة. نائب الرئيس يقول ما صدر شيء حتى الآن وسيصدر بشكل رسمي، وديمتري يقول أنه أؤيد الإبعاد. تعتقد بأن هذه مسألة طبيعية داخل نادي مثل الاتحاد، أو أن هي نقدر نسميها يعني فوضى لخبطة؟ لا والله طبيعية. خلنا نأخذ الجانب الإيجابي طيب. فيها من خلال المعطيات والأشياء اللي تحدث، يعني مثلا حديث جمال فرحان يعني قرينا في الصحف وقرينا في حديث الرئيس النادي نائب الرئيس. أنا أعتقد أنه كان هناك اتفاق بينه أنه العمل بين ديمتري وجمال فرحان لم يصل إلى نتيجة من الاتفاق. إذن أنت لابد أنك تتخذ قرار في هذا الأمر. وأنا أعتقد وحسب المعلومات اللي عنده أنه جمال فرحان هو بادر بهذا الشيء ويشكر عليه، لأنه مبادرة شجاعة أنه يترك إدارة الكرة، يترك الإشراف خلاص. إذا كان لا يتفق مع المدير الفني، والمدير الفني لديه توجهاته، وهو يعني هو صاحب الرؤية الاستراتيجية الحقيقية، المدير الفني لفريق كرة القدم. نعم. إذا المسألة يبتعد جمال فرحان. غير ذلك بس في لغة الخطاب الاتحادي أنا كنت أتمنى أنها تكون مباشرة زي مثل تصريح بن داخل في جريدة المدينة، لأن النائب الرئيس يعطي تمهيلات لكن من ثنايا الكلام أو من خلال كذا كأنك أنت تقرأ أنه الأمر واقع لا محالة. لكن هو يقول ما في شيء وحتى الآن سيصدر، ورئيس النادي في الصباح صدر في جريدة، يعني لأنه قد يكون نائب رئيس النادي ينتظر أنه الاجتماع اللي تكلموا عنه اجتماع مجلس الإدارة على أساس أنه يصير شيء رسمي، لأنه قد يجد صح. جديد أنت ما تعرف في أمور طيب. أحيانا تتدخل أعضاء الشرف، يتدخل غيرها، يتراجع مثلا اللاعب المعني، غير ذلك أنه تجد أمور كثيرة. لكن بصفة عامة أنت تشوف المشهد طبيعي طبيعي وإيجابي. طيب عبد الرحمن. طبعا أنا خالف أبو أحمد كليا. غياب المتحدث الرسمي دائما في مثل هذه الأمور يقع أو يجعل إدارة النادي تقع في أخطاء كثيرة أمام الجمهور في المقام الأول والإعلام في المقام الثاني. في متحدث تعتقدنا به ساعات يقول طيب، وإن كان أقول كان غيابه بغض النظر إن كان هو موجود أو غير موجود، حنا نتكلم على المبدأ، أنه لو لاحظت أنه في هناك نوع من الفجوة الكبيرة من بين الإداريين الموجودين في نادي الاتحاد وتوحيد لغة الخطاب فيما يخص القضايا المطروحة بشكل عام. أعتقد أنه كان من الأولى أو من الأفضل أن يكون لغة الخطاب موحدة من خلال المتحدث الرسمي للنادي، بأنه هو يعطي آخر مستجدات الأمر والابتعاد عن التباين في طرح الآراء، وبالتالي الوقوع في الحرج فيما الآن مثلا إحنا قاعد نتكلم بأنه رئيس النادي
النادي يثبت ونائب الرئيس ينفي وجوال الاتحاد يحسم الجدل في هذا الجدل. اعتقد انه في هناك نوع من الجدليه التي يعني من المفترض ان لا تكون يعني موجوده في نادي كبير مثل نادي الاتحاد. لابد ان يكون في هناك عمليه التوحيد في لغه الخطاب وتكون في هناك الجوانب مقننه في عمليه الطرح الاعلامي، وهذا للاسف مفتقد بشكل كبير جدا، ليس في نادي الاتحاد فقط وانا في كثير من الانديه السعوديه تفتقد لهذا الجانب. بالمناسبه نبي ساعاتي حسن وردني قبل قليل انه في امريكا من رمضان تقريبا، لا اعرف لابد في ظرف عملي، ولكن في من ينوب عنه يعني. طيب بس هذا للتنبيه فقط. لكني مساعد ديمتري قال كلام تعتقد انه كلام فني واضح وصريح، يقول انا ما اقدر اشتغل مع واحد، المساله مش شخصيه مختلفة. انا ما اقدر اشتغل مع واحد بيني وبينك، هذا اللي ركزنا عليه انه المساله يعني وصلت الى نتائج. احنا نتكلم عن نادي الاتحاد وبصراحه انا الشيء اللي وصلوا له انا يعني مصر على انه ايجابي، لانه العمليه بنيت على اسس انه حاجه الفريق، حتى انهم تداولوا هذا الامر من خلال منظور اعلامي تابعنا هذا، تداولوه لهم اكثر يعني من خلال اسبوع كامل ومتداولون هذا الامر الى ان وصلوا للنتائج انه جمال فرحان خلاص يقنع بالتطوير الاستراتيجي وانه ديمتري خلاص يقود العمل حتى بدون المساعدين الفنيين السابقين اللي معه. اذا المساله وصلت الى نتاج، النتاج كان عند رئيس النادي انه توجه جمال فرحان، لكن نائب الرئيس لا يستطيع ان يدري بالتصريح اللي يصرح فيه رئيس النادي حتى يحين الاجتماع الرسمي اللي من خلال المتحدث الرسمي. المتحدث الرسمي رئيس النادي يتكلم صباح صباح واعطى الموضوع، اعطى إيه يعني خلاص انت كرهت الموضوع، انت لا تقول قل والله الرئيس اليوم صباح بالضبط تاني. هذا هو المفروض اذا نعم. كان اذا نعم. كان في نوع من الاتفاق الضمني كان من الافضل بس يقول والله نائب رئيس النادي يعني وصل الى نتاج انه يعطي مثلا الاجتماع اللي تكلموا عنه. طيب. الى جانب انه احنا نتكلم عن المتحدث الرسمي، انا اعتقد انه اللي يحصل في نادي الاتحاد الان شيء طيب وشيء جيد وتكلم عنه الزميل نبي ساعات ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه، تكلم عن انه اي قرار انه اي عمل يصدر من خلال قناه الرسميه نادي الاتحاد، القناه الرسميه نادي الاتحاد اللي هو جوال نادي الاتحاد، جوال نادي الاتحاد اعطى الخبر. اذا احنا نشوف حتى من خلال المتحدثين الرسميين بكل اسف يعني ان هناك تباين، وانك تجد حتى في بعض الانديه واقولها بكل صراحه انه المتحدث الرسمي يتحدث تلقى رئيس النادي يتحدث من خلال وسيله اعلاميه اخرى بكلام مغاير مختلف يعني تقريبا، او انه يضيف اشياء كثيره كان يحتاجها. طيب وين المتحدث الرسمي؟ ظاهره ولا تتكلم عن نادي معين؟ لا في كم موجوده بكم نادي، لكن بنادي الاتحاد لا ما شفناها. قد يكون رئيس النادي يعني انا لاحظ على رئيس النادي انه تصريحاته كثيره، معليش عفوا على هو نائب الرئيس، لكن نائب الرئيس اقحم في الموضوع ما يحب يتحدث عنه واعطاه الى الاجتماع، لكن ظل يعني جوال النادي ظل جوال النادي هو المتحدث الرسمي. طيب رايك عبد الرحمن بان هذا الحل اللي وصل له رئيس الاتحاد هو حل يعني جذري عن هالموضوع ولا هو حل وسط مؤقت لحين انتهاء الموسم او الفتره الشتويه على الاقل؟ لو لاحظت انت العمليه انها هي مجرد تختير، لانه لو حل جذري فعلا اعتقد انه جمال فرحان لابد انه يكون ابتعد كل اذا كان هناك في خلاف مثل ما اثبت الان اعلاميا واثبته المدرب شخصيا بان هناك في اختلاف كبير في اليه العمل ما بين جمال فرحان وبين المدرب، فبالتالي انه لابد انه يكون هناك ابتعاد كل لجمال فرحان عن الفريق بشكل كامل، يعني والدليل اتفقوا معه اجلس شوي بعدين بالضبط متري وخليك قد يكون قد ممكن تكون هذا السيناريو قد يكون هذا السيناريو مطروح، ولكن انا احنا نتكلم الان ظاهريا وما على حسب المعطيات اللي موجوده انه لو لاحظت نائب الرئيس قال انه حتى وان كان في 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 التطوير الاستراتيجي فهو غير بعيد عن المستطيل الاخضر. بالمناسبه اللجنه هذه سمعت عنها قبل انت؟ اول مره اسمع فيها بصراحه. وعلى فكره انا اعتقد عشان بس ما افتي بشيء. لا بس وفي نقطه مهمه برضه يعني العمليه اللي هي التطوير الاستراتيجي اعتقد ان هي اعتقد انه اسم كبير جدا يعني صعب جدا انه يكون فيه شخص او حتى مجموعه لاعبين قدامى وشمال قبيل، اعتقد ان هذه يعني تطوير استراتيجي معناه لابد يكون في نوع من الجانب الاكاديمي المركز اكثر ما هو يكون يعني هي مخرج لجمال فرحان قد يكون او لبقائه في النادي قد يكون هو مخرج او
يعني نقول عنها بالعامية لودة بسيطة كذا يحطون فيها لما تنتهي الأمور أو تهدى الأمور بالشكل اللي هم يرسمونه أو بالشكل اللي هم يبغون يوصلوا له إلى الفترة الانتقالات الشتوية أو إلى فترة معينة هم قد يكون رسمينها في بالهم. أعتقد أنه يعني لم يحسم أمر جمال فرحان بشكل كامل وجذري من إدارة النادي، وأعتقد أن هذا راح يسبب لهم ردود أفعال أخرى خلال المرحلة القادمة. تعتقد أنه شيء مؤقت؟ يعني حل مؤقت حتى لا أفتي بشيء لا من خلال الشواهد والله شوف يعني خلال زي ما قال عبد الرحمن من خلال الشواهد أنها حل إيجابي ل حل أمثل نعم ليش لأنه الاختلاف لأنك أنت حافظت على كرامة جمال فرحان وأعطيت ديمتري اللي يبيه أنت وصلت إلى الحل الوسط في الموضوع المسألة مرتبطة بأنه يعني أنا أتفق معكم من خلال حديثكم أنه قد يكون أنه أبعدوه بطريقة مؤدبة أو بطريقة أنه مثلا زي اللي حصل أو ردود الفعل اللي حصلت بالنسبة لحمزة إدريس وحسن خليفة أنا أعتقد أنها كانت غير جيدة ولا تليق بنادي الاتحاد بصراحة أنه إبعادهم وفصلهم النهاية عن النادي يعني كأنهم كانوا ارتكبوا أشياء غير جيدة وحقيقة كانت ردة الفعل وردة فعلي أنا وكتبتها وديمتري تكلم عن الموضوع يعني ردة يعني الفعل كانت ما كانت طيبة يعني إذا إحنا نتعامل مع جمال فرحان جمال فرحان اسم له قيمته كذا أنت لا تستطيع بعد أنك أنت حتى حمزة وحتى يعني نادي الاتحاد نادي تربوي في المقام الأول أنت متى لا تصدر قراراتك إلا إذا بالشديد القوي شخص خرج عن النظام أتلف النظام عانى منها النظام أنت تقول أبعدت الشخص يعني أنت تعتقد أنه أبعده بشكل نعم. مؤدب ولا هو محتاجه في مكان ثاني ومؤقت والله شوف إذا كنت أخذ الاستراتيجية اسمها كما ذكر الزميل العزيز أنه اسمها كبير أعتقد أنك لما تحدث عن استراتيجية تحدث عن ميزانيات كبرى الاستراتيجيات طاقم عمل أشياء كبيرة نقول إن شاء الله أنها تكون موجودة في نادي الاتحاد وإن شاء الله أنه قيادة جمال فرحان لها تكون إيجابية لكن تسألني شخصيا لا أعرف عن هذا الأمر أي شيء ولكن كيف يعني يتحدث عن تطوير كرة القدم ومدرب النادي لا لا هو يقصد استراتيجية الاستراتيجية دائما ترتبط بالسنوات والأعوام لا ترتبط بمثلا الموجودين الآن تتوقع أن المسألة ترتبط بأكاديميات ترتبط بلجنة جانبية تقيم وتعطي رأيها للإدارة والإدارة ترتبط في تكون هي الطريق لفريق كرة القدم ربما المرحلة الشتوية فيما يخص الاستغناء عن حسن خليفة وحمزة إدريس أعتقد أنه لو أنا حبيت أن أنا أستغني كإدارة نادي أستغني عن لاعب أعتقد هذا هو الإطار المعين اللي راح يكون فيه عملية الاستغناء بأنه نقول له الله مع السلامة الله يعطيك العافية ما قصرت أعتقد أنها ما راح يقولوا له مثلا يعني اكثر من الكلام اللي انقال يعني اعتقد انه يعني ليس اهانه لما يقول والله شلون انقال يعني انه قال الله يستر عليكم انتم يعني اديتوا انتم اديتوا صراحه يعني كل التقدير لرايك لكن مو بالطريقه هذه انا خلينا بقول لك الكلمه يعني كل الاحترام والتقدير ولا نتدخل في قرارات نادي الاتحاد لكنك انت لما تجي يعني مثلا حتى المدربين لما تصل معها الى نتائج انه لا نستطيع ان يقود فريقك او يقدم النتائج اللي تبيه أنت تتفق مع بنتي هذا أمر معتاد لكن أثنين موجودين في الفريق تقول إنه تم إبعادهم أو إبعادناهم أنا يعني كمطلع إيش ممكن يسوون طب خلني بعلمك أنا بيجيك في الكلام كمطلع إنه عملية الإبعاد هذه لقصور فيهم وإنهم أقل من المطلوب إنه خلاص إقصائهم نهائي أبعدهم عن الفريق هم سبب علة الفريق طيب. إذا المسألة مرتبطة بإبعاد يعني أخل حتى ما كان فيه نوع من التقدير للشخصيتي وش ممكن يعني يسوي وش الممكن اذا يبغى يحل المشكله يعني مثلا حل المشكله مثل حل المشكله بطريقه زي مثل اللي سوينا مع جمال فرحان يعني مثلا انه ابعده مثلا للفريق الاولمبي ابعده كذا عمليه التسلسل في البعد لكن لاني احافظ على سمعته لكن انا اختلف مع الزميل أبو أحمد اختلف مع الزميل انه هذا الحل وهذا اللي احنا ما احنا لا لا نظل مع كل الاحترام والتقدير مؤسسات تربويه نتعامل مع الناس اللي ينتمون لنا بكل الايجابيه والرحابه والاذى يعني حتى مع اللاعب الأجنبي دائما يسوي له حفل تكريم لما يمشي أنا أعتقد إنه عملية الاستغناء هي مش إهدار كرامة الشخص بقدر ما هو قد يكون هو أدى 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 الاستغناء أدى موجود في كل مكان حتى طيب يستغنى عنه حتى بوصوله لعمر النظام إنه يمشي خلاص استغني عنه لكن إحنا نتكلم عن الطريق أنا أكلمك بشيء جزئي أخوي أكلمك عن طريقة إبعاد حمزة وحسن انه فجاه خسر الفريق ابعده انه هم تحملوا سبب النتائج تحملوا كل الاشياء المثالب القيت عليهم تفضل انا اقصد انه عمليه قد يمكن انا يمكن ادخل من مخرج ثاني انه هو عمليه
توقيت الإقالة أو توقيت الإبعاد هو قد يكون هو هذا الجانب الإيجابي، ولكن احنا لا نأخذها من منظور إيجابي كامل سلبي كامل بأنه والله الإبعاد هذا هو جيد. احنا صارت 50-50 لا لا أنا أقصد شو لا 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 أقصد شو أبو أحمد أنه لا 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 يعني نأخذها على أنها هي سلبية كبيرة جدا بأن أبعد اثنين من العاملية في إدارة الكرة، وأن هذه هي الشيء الوحيد اللي المأخذ على إدارة الكرة بأنها لم تحسن التعامل مع الكوادر الوطنية. أعتقد أن الأندية السعودية اعتادت على عملية الإقالات بشكل كبير جدا، ونحن نشاهد هذا الشيء في الموسم مع كثير من الأندية. عبد الرحمن أنا أتكلم كلامك 100%، لكن أنا مقياسي اللي أنا قسته عليه أنه خسر آسيويا اللي هو نادي الاتحاد فجأة أنه من اللي صارت الضربة في مين؟ في المساعدين الاثنين. احنا دائما نعرف ان الضربه دائما تجي مين؟ المدرب، يا رئيس النادي، يا المشرف العام على كره القدم، يا المدرب. المدرب هذه الاشياء حتى في انت جيب لي الانديه حتى في اي نادي في العالم، في اليونان، في البرازيل، في السعوديه، في دائما العناصر هذه. لكن احنا جينا بعد المحفل الاسيوي جت الضربه على الاثنين هذولا. وش السبب؟ الى درجه انه يعني اخرجت اقاويل وطلعت ميب صحيحه انهم يتدخلون وش. الان ردت فعل ديمتري انه ابعد جمال فرحان، انه الرجل واضح من كلام انه ما يصلح لي. هل جمال فرحان اللي كان وراء ابعادهم؟ احنا نتكلم عن منظومه عمل يا جماعه الخير. احنا نقول طيب انه عمليه الابعاد وطريقه الابعاد لم تكن لا يعني لا تليق بنادي طيب الاتحاد. طيب بغض اللي راح انتهينا منه، الان القرار اللي وصلت لنادي اداره نادي الاتحاد تجده الان تعاملت بحكم الموضوع قرار مثالي؟ نعم جيد. ليش؟ طيب لانه الان وصلت الامور انه يا جمال يا ديمتري. طيب وانا اعتقد انه حتى جمال يعني فيه من الحكمه انه حتى في تصريحاته الصحفيه كانت جيده، وانه ابتعاده لمصلحه نادي الاتحاد. يعني لو استغني عن المدرب في هاللحظه مشكله. تهتز الفريق. تشوف ان قرار نادي الاتحاد بشكل عام مثالي الى حد ما ولا ناقص؟ الى حد ما، ولكن ما اعتبر انه هو جذري. لابد اذا كان اداره الاتحاد زي ما حسمت امرها في عمليه حسن وحمزه، لابد ان تحسم امرها في عمليه جمال. لا عمليه الوسطيه او العمليه اللي هي الرمادي هذا دائما مقلق للجماهير ومقلق للاداره نفسها. عمليه الحسم في مثل هذه الامور وقوه الفصل في القرار، اعتقد انه هو الجانب الامثل في الامور مثل هذه. طيب إذا نبقى في الاتحاد. ويندل اللاعب البرازيلي تحدث الرياض المزهر، ولكن هذه المرة طبعا سأله سؤالا مختلفا عن هدفه في القادسية والذي تم إلغاؤه. يقول باللي الهدف الرابع هذاك ماشي غير في فرنسا، لانه في البرازيل كمان وركزوا عليه اكثر من ثلاث اهداف اللي مروا. ويقول يعني باللي جا هنايا ومرتاح لانه كان باقي له سنه عقد مع بوردو وما اتفق معهم على في العقد حقه، والاتحاد يعني تقدم بالطلب وهو وقع الاتحاد. يقول لك انا راني مرتاح يعني في الاتحاد. بما انه مرتاح في السعوديه في نادي الاتحاد، تعلم شيء عربي؟ اي كلمه عربيه نسمعها منه؟ Et il te dit, dis-moi que tu es content d'être bien ici. Est-ce que tu as appris un mot en arabe? Bien sûr, voilà, Yamin, Yassar, Inch'Allah, Boukra, voilà, Alhamdulillah, voilà, Alhamdulillah, et Kapsa, voilà, voilà. Merci. Thank you. اكيد اي لاعب اجنبي لازم الشيء الوحيد اللي يعني اتفقوا عليه كل الاجانب الكبسه، موضوع الكبسه هذا قاسم مشترك بين كل اللاعبين، بس فيها سر ياكلونهم كبسه. اكيد في لاعب عندنا ما ياكل كبسه. طيب عموما يظل من اللاعبين المميزين مساعد جدا جدا يعني الحقيقه، يعني حتى اثبت كفاءته الكبيره من خلال تغير منهجيه ديمتري في المباراه الاخيره، اصبح قائد لعب وهداف من طراز رفيع الحقيقه. شو معنى يمين ويسار اللي تعلمها بس؟ والله يمكن عشان يمكن نور يقوله. طيب لاعبين يمين ويسار. طيب عموما شكرا للزميل رياض المزهر. بالتأكيد هو التقى أيضا من لاعبين محترفين الاتحاد اللي موجودين طبعا واللاعبين السعوديين، والمدرب أيضا سأله عن مباراة المنتخب غدا. كما قلنا سنتابع أحاديث للمدربين الأجانب، يعني ليس كلهم ولكن أغلبهم إن شاء الله، واللاعبين المحترفين واللاعبين السعوديين ورأيهم عن مباراة المنتخب يوم الثلاثاء. هذه المرة من الجدة إلى القصيم،
في التعاون، حيث أجريت تدريبات نادي التعاون بشكل معتاد استعدادا، وكل التدريبات عموما في كل الأندية تسير بشكل هادئ في هذه الأيام بالتأكيد، لأن الأجواء والإعلام والأضواء كلها متجهة هذه الأيام للمنتخب. ولكن لا معنى أن نتذكر بعض الأندية خلال هذا البرنامج لبعض تدريباتها والتي تستعد للمرحلة القادمة في دوري زين. خضير البراق المراسل النشط التقى بمدرب التعاون فلورين. And I'm sure we will make a very good game in Etihad in Jeddah. يعتقد انه مباراة نجران كانت مجرد حادث عارض للفريق. يعتقد انه ان شاء الله ما راح تتكرر، لانه ما كانت يعني كانت مجرد شيء عارض مر بالفريق. ويعتقد انه بناء على المباريات اللي قدمناها ضد الفرق الكبيرة انه راح نعيدها مع اتفاق، لانه من الفرق الكويسه، وراح نعيد نفس العطاء اللي كنا نعطيه ضد الفرق الكبيره، وبنسوي نتيجه كويسه ان شاء الله. We will repeat and we will take point because we play good but we didn't take point. This is the problem. Sometimes it's better to maybe to don't play very good but to take points. يقول يعتقد انه بناء على المعطيات اللي تصير في الكره العالميه، في الكره عموما، كره القدم، انه اي فريق ممكن يجيه العارض هذا اللي هو ممكن ينزل مستوى، مثل ما استشهد بأرسنال لما نهزم 8، ويقولوا رجع يقدم مستويات كويسة. يقول احنا نعتقد بإذن الله انه راح نرجع مباراة الاتفاق نقدم العطاء، والانطباع راح يكون عند الناس بنفس الشكل، بس يقول المشكلة انه كنا نقدم مستويات ولا اخذ النقاط. هو يتمنى انه نرجع الانطباع وناخذ نقاط، والأهم انه ناخذ نقاط يعني. شكرا للزميل خضير البراق وللمترجم اللاعب الرائع أحمد الحربي، الذي أعتقد بأنه مشروع محلل قادم في القنوات الرياضية وفي وسائل الإعلام بشكل عام. مساعد، خلينا نتكلم عن أحمد الحربي شوي. والله أنا ودي أتكلم. يعني لاحظ أنه يعني أولا يترجم، يعني معناه أنه يجيد اللغة بشكل جيد، استمعت له في أكثر من كلام، متعلم مثقف. نعم جدا، سمعت عنه للشيء الكثير يعني الحقيقة. كان الزميل فهد المطيري كلمني عنه، تكلم عن هذا، وكان في حوار، كان الزميل فهد المطيري يتكلم عن هذا اللاعب بأريحية، أنه من اللاعبين اللي يعطون وجه جميل لكرة القدم من خلال تعامله. أنا حقيقة ما أعرفه شخصيا، لكن من خلال الزميل قال لي أنه هذا اللاعب، أنه يعني من خلال علاقاته مع الآخرين، من علاقاته مع زملاء، حتى علاقاته في الملعب، قيادة اللعب إلى درجة أنه إدارة نادي التعاون أو نادي التعاون من خلال المدرب أنه أعطوه قيادة الفريق. بصراحة هو من ناحية المهارية والإمكانيات لاعب رائع جدا، لكن قد يكون أنه وجوده في التعاون أبرزت يعني أشياء كثيرة من القيادة والقدرة. صحيح. عبد الرحمن، لا ما أقدر أزيد على أبو أحمد، ولكن أعتقد أنه هو استطاع أنه هو يعطي يعني انطباع أكثر من رائع بقيادة الفريق التعاوني بشكل إيجابي جدا، ورسم صورة جميلة جدا داخل الملعب. نعم، أحيانا مسألة الترجمة ليست فقط هي إجادة للغة، يجب أن تكون أيضا تجيد للبعض الأمور المعطيات الفنية. نعم. وهو كذلك بشكل عام التعاون، وش نقدر نقول عنه؟ المدرب يتحدث عنه، صح ان في فتره صعبه قارن نفسه بفريق بارسنال، انه بعض الفرق لا تقدم مستويات لكنها تستطيع ان تعود بشكل يعني سريع. هل التعاون قادر على العوده؟ بصدق وبامانه اعتقد انه التعاون وضع اكثر من علامه استفهام خلال الموسم هذا، الموسم بالذات. هو يضم عناصر جدا متميزة، واستعد استعداد رائع جدا في تركيا، وتوفرت له كافة السبل التي تكفل له النجاح في عملية تقديم مستويات متميزة خلال هذا الموسم. ولكن للأسف أنه هو اصطدم في البداية مع نادي الاتحاد، وكانت الصدمة قوية جدا، أثرت بشكل كبير على الفريق وجعلته يترنح طول فترة اللي هي الجولات التالية، خاصة وأنه هو واجه الأندية الكبيرة في بداية الدوري، وهذا ما أثر عليه بشكل كبير جدا. وأعتقد أنه هو في هذه فترة التوقف أنه راح سوف يعيد ترتيب أوراقه بشكل أفضل، وأنه سوف يأخذ نوع من الجرعة الفنية التي أكثر. تعيد توازنه بشكل أفضل، وإن كانت يعني أضع علامة استفهام يعني
جدا كبيرة على خسارته أمام نجران وعلى أرضه بين جمهوره، خاصة أن نجران لم يقدم ذلك المستوى اللي يؤهله أنه بيكون يفوز على التعاون، الفريق المدجج بنجوم متميزين على أرضه بين جمهوره. عموما أندية القصيم أيضا هالموسم يبدو أنها ليست محظوظة على الأقل في بداية الموسم. والله شوف أنا يعني أنا بس تذكرت أنا شيء ودي أتكلم فيه، إحنا كنا في برنامج المساء الرياضي وتكلمنا عن التعاون، كان التعاون قدم شوط أمام الشباب، الشوط الثاني شوط ممتاز، حتى أني ذكرت أثناء البرنامج وأنه الشوط اللي قدمه للتعاون لو أنه يلعب بمثل هذا المستوى كان يكون قريب حتى من تنافس على بطولة الدوري أو أنه ينافس على بطولة الدوري. هي يعني قد يكون عطاءات الفرق أحيانا تتباين، لكن تكون أنك تخسر وتفقد هويتك في لحظة كما حدث للتعاون في نجران، أنا أعتقد أنه هذا هناك خلل في الفريق يجب أن تبحث عنه. المشكلة الآن أنه أندية القصيم الآن تركت القيادة والريادة، أنا أعتقد أنه أندية الأحساء تبي تعود على حساب أندية القصيم، لكن ما زال مشوار طويل، وأتمنى أن يكون الدوري قوي وعطاءات الدوري تكون أفضل من اللي شاهدناه سواء من أندية القصيم أو من الأندية الأخرى. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله يا جماعة. الجزء الأول ينتهي، بعد الفاصل نعود لمتابعة الجزء الثاني من الملعب وفيه. الجمهور السعودي يسجل الحضور الأعلى في التصفيات الآسيوية. الملعب زمان، السعودية وسوريا في تصفيات كأس العالم 90. غدا وبعد توقف الهلال والنصر يشعلان كأس فيصل. الوقاية من الإصابة، برنامج شبابي للحد من الإصابات. اهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من الملعب، نرحب بضيفينا سعد العصيمي وعبد الرحمن الفلاج مع حفظ الالقاب، اهلا بكم من جديد. نعود لما تبقى لدينا في التصفيات الاسيويه، سجلت مباراه السعوديه وتايلاند الحضور الجماهيري الاعلى ضمن في الجوله الرابعه من منافسات الدور الثالث في التصفيات الاسيويه لكاس العالم 2014. عدد الحضور الجماهيري وصل الى 32,000 متفرج و500، وهو الرقم الأعلى في هذه الجولة. شكرا للجماهير السعودية. عبد الرحمن، بالرغم من الحضور الجماهيري يعني هو كان الأعلى، لكنه لم يكن المتوقع وفقا طبعا للحملات التشجيعية والتحفيزية للحضور، هل كان الحضور مرضي بالنسبة للمتابع العادي؟
ما أعتقد، أعتقد إحنا اعتدنا الجمهور السعودي بأنه جمهور عاشق ووفي ويساند المنتخب أينما كان، وفما بالك يكون في الرياض. أعتقد كانت المشكلة مشكلة نتائج ممكن؟ قد تكون، هي طبعا هي سلسلة يعني أو نقول خطوات مترتبة من الماضي، وأعطت يعني نوع من التخوف للجمهور، ولكن في اعتقادي بل أجزم أنه مباراة عمان سوف تكون كاملة العدد تماما في درة الملاعب، وسوف تكون حاضرة بشكل كبير جدا. الجمهور السعودي جمهور تواق وذواق، ودائما ما يكون هو الرقم الصعب في كل حدث وفي كل مناسبة يكون فيها المنتخب السعودي طرف. وأعتقد أنه المشاهد العادي في نهاية مباراة تايلاند لام نفسه كثيرا بأنه لم يحضر مباراة ممتعة وجميلة مثل مباراة تايلاند. النتيجة ربما ستعزز أو ستضعف الحضور في المباراة القادمة تعتقد؟ نعم، غير ذلك أنه المنافس المنتخب العماني، خاصة أنه المنتخب العماني أسماءه الآن كبيرة، يعني الحبسي الحوسني غيره، أنا أعتقد أنها تدفع حتى المشاهد أنه يعني المشجع أنه يكون متواجد في الملعب. غير الجانب الآخر أنه حتى يعني هناك رجال أعمال وشركات تكفلوا بقيمة التذاكر. أنا أعتقد أنه حتى الجانب الأخير والمهم في الحضور أنه الأجواء، إحنا الآن نعيش أجواء ربيعية جميلة. أنا أعتقد أنه يعني أنت لما تكون جالس من الساعة 7 في الملعب إلى الساعة 9:30 10، أنا أعتقد أنك تعيش أجواء جميلة، هواء عليل، خاصة الفترة دي، هذه أفضل. أنا أوجهها للجماهير أقول لهم ترى هذه أفضل أوقات السنة بالنسبة للأجواء، اللي ما راح يحضر بتفوت عليها الأجواء الجميلة. يعني ضروري، وخاصة أنه حتى نفسيات اللاعبين وعطاءاتهم، إحنا شفنا كيف محمد نور، كيف الفريدي كريري، يعني حتى التقنيات المهارية ظهرت. أي نعم إحنا ما زلنا نطمع بأشياء أكثر منهم، لكن نحتاج إلى حضور جماهيري يدفعهم أكثر، خاصة أنه ساعة الملعب إحنا يعني نعطي معلومة، ترى الجماهير ساعة الملعب 78,000، يعني أكثر من النص نحتاج. بالتأكيد نتمنى إن شاء الله الحضور، واللاعبين العمانيين هم أيضا تمنوا حضور المشجعين، قالوا نتمنى أن يحضر 70,000 متفرج، يتمنون يلعبون بهذا العدد. بالتأكيد لن يكون الحضور لا تفشلونهم، يعني لا تفشلون أهلنا وإخواننا بعمان. نعم. نتمنى أيضا أن يكون الحضور فعالا، ليس فقط مجرد حضور، تعودنا أن تكونوا كذلك. بانتظاركم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم في درة الملاعب في استاد الملك فهد الدولي. كما قال أبو أحمد يمكن الساعة المعلنة هي 62,000 تقريبا، ولكن أنا أعتقد أنها توصل 70 وأكثر من 70. نعم. عموما نتمنى حضورا جماهيريا مشرفا. في فقرة الأسبوعية اليوم الملعب زمان، دائما الفقرة تكون هذه بحضور أبو أحمد، ما أدري ليش، مصادفة يعني، هي ترى مش طبعا مصادفة، أكيد أنها مصادفة. يعني ما نقصد أنك شايب، لا ما نقصد فعلا ترى لا صدق فعلا أكثر من مرة يكون موجود، سبحان الله، كل هي كل يوم أحد قلب شباب قلب شباب بس تعلم عن الموضوع تأكد. طيب عموما الملعب زمان في هذا اليوم سنتابع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 90، يوم كان عمره محمد تقريبا 10 سنوات. في ذلك اليوم المنتخب السعودي فاز بنتيجة 5-4 على المنتخب السعودي، على المنتخب السوري عفوا.
شكوحي يلعب كرة عالية، شرك مع صالح، فعلا كرة عالية ناحية ماجد تطاح منها وتوصل لحسن جمعان صاحب هدفنا الثاني، كرة عالية وشرك براسه ناحية ماجد عبد الله، يحاول حسن ماجد عبد الله يعدي بعدي بعد جول 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 جقلان، ننقلها الى اللاعب اللي استبدل في الشوط الثاني عبد اللطيف الحلو وعاليه، والهدف الثاني لعبه سريعه ناحيه اليمين شمال لحسن جمعان، حسن ماشي ماشي يركز مع حسن جمعان، ماشي متمركز ماشي متمركز ودلع ما أجمل الزمان. بالتأكيد نحاول دائما نعود إلى هذه الذكريات الجميلة، ربما افتقدناها ولكن نتمنى إن شاء الله أن نعود لها مرة أخرى. مساعد، والله دائما الشيء الجميل جميل، يعني أنت لما تتكلم عن الماضي تتكلم يعني الأسماء هذه اللي شفناها قبل قليل ثقيلة، نعم ثقيلة جدا، وجزء فريق الحال جزء كبير منها هي انطلاقة الكرة السعودية الحقيقية عام 84. أنت تشوف الأسماء اللي تضمها القائمة لم تكن يعني معظمها وليس بعضها، الحقيقة يعني مثل هذه الأشياء نتمنى حتى أنها تعرض في الغد، يعني مثل هذه الأسماء هذه تحفز الجماهير أنها تحضر. يعني تاريخنا جميل جدا في كرة القدم، أي نعم احنا تراجعنا وأصبح، لكن هذه يعني هذه حال الدنيا انه ما تستمر على وتيره واحده، لكن باذن الله وفق المقومات وفق الاشياء اللي نشاهدها الان وفق العمل الكبير ان شاء الله انه كره القدم السعوديه ستعود. نعم احنا نعانينا من اخفاق، لم نتاهل 2010، يعني اصبنا بانتكاسه كبيره في كاس اسيا الى درجه انها عصفت بنا وقذفت بنا الى المركز 98، لكن هذا كله يسير على بلدان كثيره. نعم يعني كنا في فتره من الفترات نشاهد اسبانيا، وبحقيقه يعني شهادة إسبانيا في مراتب متأخرة كنا نتفوق عليها. صحيح.
الآن شوف إسبانيا هي رقم واحد في العالم. إذا إحنا نتعلم من أخطائنا، وأنا واثق بإذن الله أن الكرة السعودية، يعني وعيد كلام الأمير نواف الفيصل تكلم عن منتخب الشباب وتكلم عن المنتخب الأولمبي، أن هناك أجيال جديدة في الكرة السعودية ستعيد كل الألق وكل يعني مع المنهجية الراقية اللي قاعدة إن شاء الله أنها تبي تتم، والحفاظ على المدربين وعدم المجازفة يعني بالفعل. وخليني أنا أركز على هذه، أنه دائما العمل الاحترافي الجيد الجميل اللي نتعامل فيه، ما نتعامل بالعاطفة. يعني أنا من سمعت من خلال تصريح الأمير نواف والأجهزة اللي معه أنه العاطفة هذه ولت زمان أنه خسارة، بدأ حتى أنديتنا بدأت تتعلم. في فريق خسر بثمانية وبقى مدربة، هذه تعتبر من الأشياء النوادر في كرة القدم السعودية. نعم. الآن الأمور أصبحت أكثر عقلانية، ومستقبلنا بإذن الله بإذن الله أنه باهر. طبعا دائما يقولون حتى الفلاسفة بأنه في المرحلة تصل فيها القمة ينتظر أن تنزل قليلا. نعم. لتعود مرة صحيح أخرى صحيح. بشكل أقوى. وش نقدر نقول عن مثل هذه الذكريات؟ نقول يا ليت نشوف على ليت الزمن يرجع. اي والله انا فعلا انتم عارفوا يعني احيتوا فينا حنين للماضي بمجموعه او كوكبه من النجوم نتمنى ان نشاهدها في القريب العاجل في منتخبنا، ونشاهد افضل منها، وان يعني إن كانت البوادر بحول الله تعالى يعني تبشر بالخير. مثل ما قال أستاذ مساعد، عملية التأخر أو التراجع هذا ما هو عيب، ولكن العيب أن احنا نستمر في عملية التراجع. نعم. الآليات والبرامج التي وضعت هي أعتقد أنها كفيلة بأنها تعيد للكرة السعودية وهجها، وهناك أمثلة كثيرة استطاعت أن هي تبرهن بأن هي تستفيد من أخطائها، ونحن نستفيد كثيرا من أخطائنا. يبدو أننا فقط بحاجة إلى كما يقول علماء الاقتصاد إلى نقطة ارتداد فقط. أتمنى إن شاء الله أن يكون في علم الأسهم، يعني يقول في نقطة ارتداد توصل لها ترتد وتطلع. أعتقد أنه كاس، معلش عفوا على الكلمة، أنه يعني أنا منظور شخصي أنه اللي حصل عام 2004 والآن والكاس الآسيا الأخيرة، كاس آسيا 2004 وكاس آسيا، هي من أكثر الكوارث اللي مرت المنتخب. قد يتحدث أحد أنه خسرتنا بالثمانية أمامهم، لا أعتقد أنها ميب هي الكارثة، لأن ألمانيا كانت مؤهلة أن تفوز عليك أي منتخب أوروبي، هي وصلت النهائي، لكن أنت وصلت النهائي، لكنك أنت تفقد شخصيتك وهويتك في المحفل أو المكان اللي تعرف تجري فيه وتعرف تفوز فيه. أنا أعتقد هذه الكارثة، وهي نقطة الارتداد اللي تكلمت أنت. إن شاء الله بإذن الله أتمنى أن تكون كذلك، وبانتظاركم يوم الثلاثاء إلى الحياة التي سوف تعود غدا إلى ملاعب الملاعب السعودية على مستوى كأس الأمير فيصل بن فهد، حيث ستلعب غدا خمس مباريات، بالتأكيد في قمتها مباراة الديربي بين الهلال والنصر والتي سوف تنقل على الرياضية السعودية. المباراة الأولى سوف تلعب المباريات غدا الاتفاق والفيصلي كما نشاهدها، الهلال والنصر، التعاون والاتحاد، الأنصار والفتح، وأيضا قمة أخرى في جدة بين الأهلي والشباب. عبد الرحمن، مباراة بكرة نستطيع أن نقول أنها بعيدة عن الأضواء، ولا مستحيل تكون مباراة بين الهلال والنصر بعيدة عن الأضواء؟ لا، مهما كان دائما القطبين لهم وهجهم ولهم وضعهم الجماهيري، من الصعب جدا أن يغفلوا بأي حال من الأحوال يعني. وأعتقد مباراة بكرة سوف تحظى بمتابعة أكثر من رائعة وأكثر من كبيرة من الجماهير، خاصة وأنه يشاهدون نجوم الغد في مباراة الغد، ولا شك أن كل فرد من أفراد الجماهير سواء كانت النصراوية أو الهلالية هم حريصين على أنهم يشاهدون مستقبل أنديتهم من خلال مباراة الغد بإذن الله تعالى. نعم، الهلال والنصر جاءت في ظروف مناسبة للفريقين في هذا الوقت. والله شوف بصراحة الوقت مو جيد أبدا، يعني بالنسبة لي خاصة لفئات سنية، تخيل تحت 21 سنة أو تحت 18 سنة، دائما عطهم الراحة، عطهم الاستقرار في نهاية الأسبوع، حتى يكون، لأنه هذا مثل هذه النوعية من الشباب أساس يعطيك كل الألق وكل، لا تربطه في يوم دراسي وطالع من مدرسته ورايح، لأنه كثير منهم لا يرتبط بمعسكر، أعطاه الوقت المناسب. يعني أنت لما تتفرج على مباراة
فريقين كبيرين ويضمون أسماء كبيرة، أنت لما تعطيهم الفرصة والوقت المناسب في يوم الخميس يوم الجمعة أنت حررتهم من أشياء كثيرة وعطيتهم وقت اللي يحتاجون فيه أنهم يتنافسون، حتى عطيت الجمهور الوقت الجيد أنه يحضر لهم. طبعا يعني أنا أضم صوت صوت زميلي أنه مهما كانت المباراة في أولمبي أو غيره تظل مباراة الهلال والنصر ذات قيمة كبيرة، لكن أتمنى إحنا كاتحاد كرة قدم أن نساعد هالمباريات الكبيرة أنها تكون مدعومة بحضور جماهيري، مدعومة بعطاء فني أكثر من خلال اختيار الوقت المناسب لها. نعم، إلى الأندية مرة أخرى. في نادي الشباب أقر الجهاز الفني اليوم برنامج اسمه الوقاية من الإصابة، وهو برنامج لياقي وطبي خاص باللاعبين يجنبهم الوقوع في الإصابات، وضعه مدرب اللياقة السيد رينات بعد إجراء اختبارات خاصة لكل لاعب. اللاعبون بدأوا في تنفيذه تحت إشراف السيد رينات الذي وضع لكل لاعب برنامج خاص به حسب احتياجاته البدنية، وتم شرح طريقة تنفيذه من خلال محاضرة قدمها اللاعبين لمدة 10 دقائق، ربما هي من يعني الأشياء التي نسمع عنها أيضا قليلا في الأندية. مساعد، هل تعتقد أن نستطيع فعلا أن نطلق على هذه الخطوة أنها خطوة نموذجية أو ربما أي شيء عادل يهدف إلى المحافظة على جانب مهم بالنسبة للرياضي أو اللاعب؟ أعتقد أنها خطوة مهمة، بل أكيد أنها خطوة مهمة. أنت لما تضع برامجك بالنسبة للاعبين للحفاظ على صحتهم من خلال دراسات علمية وقراءات دقيقة من جانب شخص مختص، هذا العمل الجيد. لكن والله يعيننا على هاللكن، لكن الجانب الثاني اللي هو اللاعب نعم كيف يحافظ على نفسه؟ إذا كان هو يستطيع مثلا من خلال الاختبارات أنه يساعد الشخص اللي يختبر ويساعده على أنه يتجنب الإصابة كلاعب محترف من خلال تجنبه للسهر، تجنبه للتغذية الغير صحية، تجنبه للعادات الغير صحية والغير سليمة، أنا أعتقد أنه يساعد نفسه بشكل كبير. يا أخي إحنا نشوف ناس بنصف قدرات مهارية مستمروا 6-7-10 سنوات يلعبون كرة لأنه محافظ على نفسه، ما بالك اللاعب الموهوب؟ وشاهدنا لاعبين موهوبين يعني نفقدهم بسبب العادات السيئة، وركز عليها ولن أخجل أقولها، بسبب السهر والعادات السيئة اللي يمارسها بعض اللاعبين. وحتى هناك أندية وضعت برامج للعبتها برامج صحية وطبية، لكن للأسف إن استطاع أبعدتها لأن اكتشفت أنه اللاعبين غير ملتزمين، بعض اللاعبين غير ملتزمين حياتيا واجتماعيا. للأسف أنا أعتقد أنه الدور على اللاعب وليس على الأجهزة الطبية. نعم. عبد الرحمن، طبعا أنا أكد بشكل كبير جدا على كلام زميلي مساعد، و يبقى كل هذه البرامج في موقع الانتظار إلى أن يتعدى الحال اللاعب السعودي من فكريا ويدرك تماما أهمية الاحتراف في حياته كلاعب كرة قدم، ويتعامل من هذا المنظور على كل او مع كل البرامج المطروحه والبرامج التي تجتهد الانديه لتوفيرها للاعب. ولكن نبقى امام نقطه الانطلاقه من اللاعب انه هو نقول يتخلى ولو ان كانت على مرض، ولكن لابد ان احنا نؤكد عليها بان لابد ان يتخلى عن عاداته السيئه التي يمارسها دائما في حياته الاجتماعيه، ويبتعد كليا عن هذا الجانب ويلتفت بشكل كامل الى احترافيه الفكر الرياضي واحترافيه اللاعب الناضج في في ملعب كره القدم. في جانب آخر، عبر الاتحاد الهندي لكرة القدم عن بالغ شكره وتقديره لهيئة دوري المحترفين السعودية لتعاونها الكبير بشأن تقديم تجربة الهيئة مع لائحة تراخيص الأندية التي اشترطها الاتحاد الآسيوي لدخول الأندية الآسيوية في المسابقات الكروية للاتحاد في عام 2013. أشار الاتحاد الهندي في الخطاب الذي بعثه حسب ما ورد في موقع الاتحاد السعودي أن هذا التعاون جاء حرصا من الاتحاد الهندي على الاستفادة من تجربة هيئة دوري المحترفين السعودي المتميزة بشأن تراخيص أو لائحة تراخيص الأندية. يذكر أنه تم سابقا الاستعانة من قبل الاتحاد الكويتي والأردني بتجربة هيئة دوري المحترفين السعودي فيما يتعلق بهذه اللائحة. من جهة أخرى تستأنف
أو تستأنف إدارة التراخيص في دوري المحترفين زيارتها لأندية دوري زين هذا الأسبوع لاطلاع الأندية على لائحة التراخيص الآسيوية وآلية تنفيذها والعمل على تذليل العقبات التي ربما تتعرض لها الأندية. هذه المرة الثالثة التي يتم الاستعانة فيها عبد الرحمن بهذه اللائحة وبتجربة هيئة دوري المحترفين، هل نستطيع أن نقول فعلا بأننا أصبحنا نصدر الاحتراف؟ وللأسف أنه في كثير من الناس هنا يمسكون بالمطرقة والسندان لهيئة دوري المحترفين بأنها ما زالت تحبو وهي الآن تصدر فكرها وتصدر تجربتها إلى دول تريد بشكل كبير هذه التجربة التي يراها البعض بأنها ما زالت قاصرة وما زالت تحبو في عالم الاحتراف. أعتقد أن لابد أننا نعترف بشكل كبير جدا بأننا خطونا خطوات كبيرة وثابة في عالم الاحتراف واستطعنا أن احنا نبرهن بأن الفكر السعودي فكر خلاق ومبتكر وقادر على أنه هو يقارع التجارب العالمية الكبيرة، وينقصنا حاجة واحدة فقط وهي الثقة في النفس والثقة في الكوادر التي تعمل في الاتحادات السعودية وفي هيئة دوري المحترفين. وخير برهان على هذا الأمر بأن الدول الأخرى تخصنا بالذات بأن هي تستفيد من تجربتنا الاحترافية، وهذا اعتراف دولي بأننا نسير في الطريق الصحيح، ولكن نريد الدعم الداخلي والاعتراف الأكيد بأننا قادرين على أن نحن نصنع الشيء المميز. سعد؟ والله أكيد أنها خطوات جيدة، يعني توجه جيد أنه مثلا استعين الآخرين بخبراتك، يعني أنه عندك شيء، عندك حصيلة تقدمها، عندك عمل. لكن خلنا نتكلم عن الأشياء اللي تخصنا. أنا اللي أعرف أنه في أمور كثيرة متسارعة الآن بالنسبة لتنظيم كرة القدم، إحنا نتكلم عن تنظيم كرة القدم. نعم. أشياء متسارعة ممتازة بالنسبة لكرة القدم السعودية. يعني أنا كنت مع الأستاذ أحمد المقيرن وكلمني يعني قبل ثلاث ساعات عن موضوع الملعب، يعني وأشار أنه الملعب تبي تكون من خلال الحضور والدخول والبوابات الإلكترونية تبي تكون بشكل نموذجي كبير، إلى درجة أنه أقرت أنه لن يتم التنازل عن هذا الأمر بأي شكل من الأشكال من ناحية الدخول في الملعب والتنظيم داخل الملعب. أنا أعتقد هذه خطوات ممتازة. نعم. سنستفيد بإذن الله من أشياء كثيرة إيجابية، وأنا أعتقد يعني اختصرها بكلمتين أنه القادم أفضل إن شاء الله. نتمنى ذلك. الفقرة الأخيرة الملعب تيوب، هذه المرة أيضا من إعداد الزملاء في الإعداد، لأننا نبحث عن مادة خاصة بالمنتخب سوف نخصص هذا الأسبوع حتى يوم الثلاثاء، تقريبا أغلب الفقرات ستكون إن شاء الله للمنتخب السعودي. سعيد العمري وعلى المونتاج عادل الزهراني في الملعب تيوب. طيب الفاني
شكرا لسعيد العملي وعادل الزهراني. بالتأكيد أهداف متشابهة من اللاعبين، أتمنى إن شاء الله أن تتكرر أيضا يوم الثلاثاء القادم. أشكر ضيفي الكريمين مساعد العصيم مدير تحرير صحيفة الشرق الأوسط، شكرا لك. شكرا لك. شكرا لزميلي وأخي عبد الرحمن. ولازم تسأل عن موضوع الملعب زمان، لازم تتأكد. لا بسأل، أنا الحقيقة بديت أسأل من الآن يعني. لا بس بقول لك على شيء، شكله هو له في الموضوع، ما صار يصر على الموضوع. لا لا أنا بديت أسأل يعني، ما شفته في الجوال. لازم تشكره والله. إن شاء الله. واضح إن في مؤامرة. لا لا في مؤامرة، بس أتمنى إن ما تكون من عادل. عادل من بس؟ عادل عصام الدين. يا شو أسمان، أنا صاحبك. أنا قلت عادل يعني. أنا اسمي عادل، مش أنا بعد علينا بس يعني للغايب. طيب شكرا لك ابو عمرو. شكرا لك. شكرا عبد الرحمن. شكرا لك. الله يعطيك العافيه. بالعكس انا اشكرك واشكر زميلي مساعد، ونتمنى ان نكون اضفنا شيء يعني مفيد. بالتاكيد يشرفنا حضوركم. بالمناسبه يعني نعزي زميلنا المخرج اللي هو موجود، تخيلوا انه تلقى قبل يعني مع بدايه البرنامج خبر وفاه جدته زميل فهد العتيبي، وبالرغم من ذلك هو يتواجد معنا حتى هذه اللحظة لإكمال إخراج البرنامج. هذا هو العمل الإعلامي، تضطر أحيانا أن تؤدي عملك حتى في أصعب الظروف. شكرا له على هذه الروح. شكرا لفهد، يعطيك العافية. أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك، وسأل الله عز وجل أن يغفر. أحسن الله عزاك. أحسن الله عزاك. الله يرحمه. شكرا لكم على هذه المشاعر، شكرا لك على هذه الروح. إن شاء الله تكون آخر الأحزان. شكرا لفريق الإعداد عايض القحطاني، مدير التحرير فيصل العصيمي، سعيد العمري، فهد الغامدي ورئيس التحرير غانم القحطاني. شكرا لمخرجنا مرة ثانية فهد العتيبي. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة غدا. إلى اللقاء.